أيام الغيبة الصغرى إلى الآن يتوافقون على كل هاي التفاصيل. صاحب الأرجوزة الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه يقرأ لك هاي الأبيات: تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب. أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، ما أجهل القوم بأن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا، ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائهم عذاب النار. يقول: لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. ليش يا شيخ؟ قال: إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها. بعد ولا تسلني خبر المسمار. أوجه السؤال لمن؟ قال: سل صدرها خزانة الأسرار، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، فالباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء، لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها. بعد يا سادة سامحوني على هذا البيت: وجاء شلت يد الطغيان والتعدي. ما الذي حدث لعين الزهراء؟ قال: فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء. أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجب. يقول: كلها تفاصيل حدثت على فاطمة سلام الله عليها، ولذلك حقها في مثل هذه الليلة تقول: يا علي، ولا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي، أمنفذ أنت يا علي وصيتي أم أعهد بالأمر إلى غيرك؟ هي تعلم أن عليا لن يبارح وصيتها وما ترغب فيه، ولكن تريد أن تؤكد حرمان هؤلاء حتى من حضور شرف التشيع. رحمة الله على علمائنا الأبرار ينقلون لنا هاي الأحداث. يقولون أسماء بعد ذلك قالت لي فاطمة: يا أسماء، ناولين الماء. ناولتها الماء فاغتسلت تطيبت جلست على مصلاها، ثم قالت: يا أسماء، اخرجي عني واجلسي خلف الباب سأقرأ القرآن، فإن خفي صوتي فاعلمي أني فارقت الدنيا ولحقت بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول أسماء: فأغلقت الباب وجلست عنده، وأنا أقرأ وأنا أسمع فاطمة وهي تقرأ القرآن، بينما أنا كذلك، وإذا بها قد خفي علي صوتها. دخلت إليها الحجرة وإذا بها ممددة على فراشها وقد غطت وجهها بالرداء. ناديتها: سيدتي فاطمة، فما أجابتني. ناديتها أخرى: يا بنت رسول الله، فما أجابتني. ناديتها ثالثة: يا ابنة من صلى بملائكة السماء، فما أجابتني. رفعت الرداء عن وجهها وإذا بها فارقت الدنيا. ألا من مناد وفاطمة بكيت مهما ساعدتني العبرة. خرجت من الحجرة أغلقت الباب
بينما أنا كذلك، وإذا بحسن وحسين قد أقبلا. أسمى ما حال أمنا هذا اليوم؟ قلت سيدي إنها بخير. فقال الحسين يا أسمى دعونا نسلم على أمنا فاطمة. قلت سيدي إنها نائمة دعاها ترتاح. فقال الحسين يا أسمى ما الذي تقولين؟ إن أمنا إذا رأتنا ترتاح روحها وتلتام جروحها، فتقول لم أجد بدا من إدخالهما عليا. دخل الحسن جلس عند رأسها والحسين عند قدميها. ناداها الحسن أما فاطمة كلميني، فما سمع منها جوابا. كشف الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة. نادى أخي حسين نور عيني حسين، عظم الله لك الأجر في الوالدة، فلقد فارقت الدنيا. نادى الحسين وفاطمة، وخرجا إلى المسجد يبكيان. لما رآهما الناس قالوا يا ابني فاطمة ما الذي يبكيكما؟ أو أنكما تذكرتما جدكما فبكيتما؟ قالا لا لا، وليس أمنا فاطمة ماتت. كان علي يتطلع إلى النبأ لما سمع الخبر. تصور هذا الجبل الصلب الأشم، ماذا حدث له عندما سمع بموت فاطمة؟ يقول خر على الأرض كالخشبة اليابسة. لما أفاق أخذ حسنا وحسين، جاء بهما إلى الدار، جلس عند رأس فاطمة. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل، ومكسورة الأضلاع وحزني عليها. هيا دهري فجعني بالنبي واليوم بيها. قوموا عينوني وجيبوا الكفن لهايا، أوصت نوارها بظلمتها العشية. وزينب تنادي والدمع بالخد سكاب، لا تدفنون من البتولة تحت التراب، يظلم علي منزلي يا داحي الباب، دنيا علينا مظلمة بعد الزكية. بيت الدعاء، بيت الدعاء. يقولون 10 أيام لم يخرج أمير المؤمنين إلى الناس حزنا على فاطمة. إجوا الناس يا عمار ادخل على أمير المؤمنين قل له فليخرج إلينا فلقد اشتقنا إليه. يقول دخلت على أمير المؤمنين في حجرته وإذا به جالس على الأرض واضعا رأسه بين ركبتيه ينشج في بكائه، يعني يبكي بصوت مرتفع. سلمت عليه رد علي السلام. قلت له يا أمير المؤمنين توصوننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة. رفع رأسه إلي وعيناه مغرورقتان دموعا، التفت إلي قال عي يا عمار لا تلمني، يا عمار لا تعاتبني. ليش يا أمير المؤمنين؟ قال لما وضعت فاطمة على ساجة المغتسل هوت يدي بين ضلعين مكسورين. ما كانت الزهراء أخبرتني بهما يا عمار،